صباح الخير، صباح النور بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. المهم بديت معكم الفيديو البنات وانا خارجه، يلا خارجين غادي نمشي نتقدى شي حوايج خاصني للدار، ومن بعد غنمشيو نقضيو شي اغراض. سمحوا لي التليفون كيتحرك عاد راه مع الطريق ما قدرتش نبدا لكم الفيديو من الدار، فداكشي علاش قلت نبداه لكم هنايا. هو ادم، قول لهم صباح الخير. كيفاش كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ توحشوك البنات، انت توحشتيهم ادم؟ توحشتيهم صح بزاف ولا شويه؟ بزاف حتى هو توحشكم البنات. المهم ادم اليوم روبو، عنده كان قاري غير في الصباح، كيوريكم اللعبه ديالو، كان قاري غير في الصباح، اليوم عنده هاد العشيه خاويه. ايوا صافي. المهم تسنينا حتى جا باش نديو معنا حتى هو، وان شاء الله المهم حتى نرجع للدار ونشارك معكم هذا النهار كيفاش غيدوز. دابا البنات غنشارك معكم واحد الطريقه باش تصايبوا هكذا الريب حلو في الدار. انا الصراحه من عشاق الريب، خصوصا في رمضان تيجيني شي حاجه زوينه، تنبغيو هكا شي حاجه اللي تكون خفيفه ناكلوها في الوقيته ديال السحور ولا من بعد الفطور. فاحسن حاجه بالنسبه لي انا هو هذا الريب، وغنشارك معكم اليوم الطريقه ديالو. راه ساهل البنات وكيجي ناجح 100%، تقدروا توجدوه في الدار. المهم هنايا عندي السيترو ديال الحليب، درتو هكذا كيغلى، وغندوز دابا باش نوجد الحويجات. البنات واحد العيه، واحد العيه ما نقولش لكم، عشو اليوم الجو سخون 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 الحال. ولابسه هاد السيرفيت عرفتو صهداتني، جابت لي الصهد وجري من هنا من هنا من هنا، راكم عارفين. يلا دخلت نشوف شكون ونرجع معاكم. قلت لكم البنات راحني لراجلي دابا الباب كان خارج، هاد شو واحد ليا ما كرهتش نجي نلقى الفطور مقاد والدار مجموعة، ولكن والله الا صعيب الصراحة الخروج والصيام صعيب، خصوصا اليوم قلت لكم الحال سخون بزاف. صافي مشينا شحال من بلاصة، تقديت الخضرة، تقديت الديسير، داكشي كامل اللي خاصني في الدار، داكشي علاش عينا. والله الا شوفوها داكشي اللي جبنا، مازال كرتونة مازال كاع ما حليناها، هادشي ديال الهري، وهنايا داكشي ديال السقاطة وهذا. مهم بزاف ديال الحاجات، الدجاج واللحم وداكشي درتهم في الثلاجة، قلت نرتاح واحد شوية، شد انفاسي بعدا واحد شوية، وعاد من بعد نوض نبدل عليا وندخل الكوزينة نشوف شنو غنوجدو اليوم الفطور. غالبا غندير غير شي حاجة ساهلة، يعني مبغيتش نبقى نصايب شي حاجة تاخد الوقت. كما قلت لكم باينة فوجيراني عيانة، وديجا ما شبعش نعاس البارح، ما نعستش بكري وفايقة اليوم بكري. ايوا هادشي اللي كاين البنات. المهم ارتاح شويه ومعاد من بعد نوض باش نشارك معكم الفطور ديالنا. هنا البنات عندي نسيطرو اخر، يعني المجموع اللي عندي دابا هو اطرو ديال الحليب. انا قلت غندير قياس غير ديال الاطرو، نتوما الا بغيتو تقدروا تزيدوا، الا عندكم هكا زعما الاشخاص كثر ديروا كثر من هاد الكميه ولا تضاعفوها. سمحوا لي بعدا كتسمعوا الصداع ديال ماكينة الصابون، عرفت راه الصابون تبارك الله ما كيتقاداش في هاد الرمضان بحال الا كيتوالد. المهم هنايا خديت نسيطرو ديال الحليب بارد، يعني ما فيه ما دافي ما حتى شي حاجه. نسيطرو الاخر راه خليته كيفيض فوق البوطه، غادي ندير تقريبا واحد 4 معالق هكاك ديال السكر سنيده. بالنسبه للحلاوه راه نتوما كتحكموا فيها، بغيتو يجيكم حلو اكثر زيدوا سنيده، بغيتو يجيكم زعما قل من هاد الكميه اللي درت انا ديروها. وغادي نزيد واحد يوغورت بنكهه الفاني، انا اليوم غنستعمل الفاني، ولكن نتوما النكهه كتحكموا فيها، كاين اللي كيدير نكهه الحامض، كاين اللي كيدير البنان، المهم اللي بغيتو. انا غندير اليوم هذا هو اللي عندي، فهو اللي غادي ندير. عاده البنات كندير فيها واحد المعلقه ديال الحليب غبره ولا جوج معالق، ولكن اليوم ما كاينش عندي صراحه، فغادي نستغنى عليه، يعني ماشي مشكل، هو اصلا كيصدق بيه ولا بلا بيه، غير هو من الحليب غبره تيعطي واحد الطعم غير شويه. صافي وغادي نخلط هذا الشيء باش يطلع الحليب، حيت تقريبا غلا. غادي نخلط هذا الخليط ديال السكر ودانون والحليب مزيان حتى تذوب ليا ديك السنيده مزيان. عرفتوا البنات هاد الريب هذا تيجي رائع، عرفتوا الوليدات صغار تيحمقوا عليه، خصوصا اللي عندها وليدات صغار انا متاكده انه غيعجبهم.
حيت انا كنديروا الادام في الدار وكيعجبو بزاف. صافي تقريبا راه دار السميده البنات. من بعد ما غلى ليا الحليب تقريبا كتخليوه حتى كطلع فيه الغليه مزيان عاد كديروه على الحليب الاخر. هنا وجدت هاد الزليفات هادو اللي غادي نعمرهم. المهم غادي ناخذ دابا هاد الحليب اللي غليان ونحاول ندير شويه بشويه وانا كنحرك. كتحركوا غير واحد دقيقه هكا صافي من بعد كتعمروا الزيتات ديالكم. صافي دابا غادي نجيب شي حاجه باش نعمر. نحاول نعمر بحال هكا هاد الزليفات. حاولوا ديروا شي زليف هكا اللي يقدروا يستحملوا لكم الصينيه. غادي نعمر دابا الزليفات ديالي. بسم الله. الا كانوا عندكم كاع البنات هادوك اللي كيكون ليهم الغطاء ديالهم يعني كيتسدوا من الفوق هادو كاع احسن، ولكن انا صراحه ما عنديش فغندير غير هادو. غنعمرهم كاملين ومن بعد نوريكم الطريقه كيفاش غنحتفظ بهم. البنات انا درت عليهم السلوفان من الفوق كما قلت لكم، انا ما عنديش الغطايات ديال هادو فدرت عليهم غير السلوفان ودتهم في واحد الكوكوط ودرت عليهم الماء يكون غليان. البنات انا يلا غليته في هاد الغلايه هذا ديال الضو فغليته مزيان مزيان. ودابا غادي نسد عليهم الكوكوط مزيان وندير هذيك الصفاره ديالها ونخليهم تقريبا. انا دابا صايبته تقريبا معي شي يعني وسط النهار يعني ديك 4 3 ما غيكون واجد ليا حتى الوقيته ديال السحور. يعني تخليوه مغطي تسدوا الكوكوط وديروا الصفاره وتغطيوه بشي مانطه هكا تكون صغيوره سخونه وتخليوه شي بلاصه دافيه حتى الوقيته ديال السحور. عاد ديك الساعه تحلوا عليه وكيكون واجد وتقدروا ديروه في الثلاجه يبرد شي شويه وصافي تاكلوه بالصحه والراحه. وهنا البنات جيت باش نصايب كما قلت لكم اسهل حاجه واللي انا ضروريه عندي خاصها تكون في الطبله ديال الفطور تقريبا البنات يوميا كنديرها، اللي هي بيتزا. سواء كنديرها هكا دوك لي ميني بيتزا صغار اولا كندير الكبيره نظرا لانه راجلي كيحمق عليها الوايسيته هما الدراري عزيزه عليهم فضروري حنا عندنا في الفطور تقريبا الاغلبيه كنديروها هي وكنديروا معها شي حويجات اخرين فهي ضروري خصها تكون حاضره. يعني الراجل الا ما لقاش البيتزا الفطور كيجي الفطور ناقص. المهم كل واحد شنو كيعجبو فهو كتعجبو البيتزا بزاف. انا كنديرها بهذه الطريقه بعد المره كندخل معها الخضر باش هكا ياكلهم ليا ادم حيت راكم عارفين الوليدات الصغار ضروري خصنا نخدموا معاهم شويه القوالب باش يقدروا ياكلوا لينا الخضره. ادم ما كيحملش شي حاجه سميتها الفلفله ولكن في البيتزا كنحاول زعما هكا نوكلها ليه حيت ما كيبانش مع الفرن ماج وداكشي ما كتبانش ليه. فصافي هنايا خديت واحد البصيله كبيره وقطعتها هكا شنيت فات كبار ودرت الفلفله حتى هي قطعتها طريفات يكونوا كبار وصافي شحرتها وخليتها هكذا على جنب حتى تبرد ليا الحشوه. عاد من بعد غادي نعمرها. هنا كنشارك معكم بالنسبه لهاد العجين غادي نصايب البنات العجين اولا
الخبز ديال الطاكوس غادي ندير هكا ميني طاكوس يكونوا صغيورين، نظرا لانه كما قلت لكم جايه معطله وبغيت شي حاجه اللي دغيا دغيا كتوجد، فهاد الحوايج يعني ساهلين وهكا تنعطيكم حتى نتوما افكار الا كنتو مثلا باغيين تبدلوا شويه من دوك المعجنات اللي كنديروهم معمرين، فهاد لي ميني طاكوس كيكونوا زوينين بزاف. هنا خديت تقريبا واحد زلافه كبيره ديال دقيق الفرص، درت فيها معلقه ديال الخل، درت فيها جوج معالق ديال الزيت البلديه، ودرت راس المعلقه ديال الخميره ديال العجينه. صافي غادي نخدمها هكا غير شي شويه بيديه، غنحاول ندلكها واحد شويه فوق الطبله، ومن بعد غنقطعها كويرات يكونوا صغار. نتوما ديروا الحجم اللي بغيتوا، انا بغيت نديرهم هكا غير يكونوا بحال فرديين يكونوا صغيورين، فهمتوني كيفاش البنات؟ بالنسبه لهاد الخبز ديال الطاكوس عاده كنشريه، ولكن بعض المرات مني ما كيكونش عندي الوقت ولا مثلا ما كنشريهش، راني كنوجدو في الدار كيجي ناجح وبحال هذاك اللي كنشريو احسن، وتيبقى عندكم حتى مده طويله تقدروا ديروه في الفريكو، وتقدروا تستعملوه هكا ملي تبغيو تستعملوه تجبدوه قبل بوقت وصافي راه كيكون واجد. خليتها البنات هنايا العجينه حتى ارتاحت ليا تقريبا واحد 5 دقائق، قطعتها كويرات صغار، وهنا راني دايره المقله كتسخن، مقله ديال الخبز العاديه، وصافي كتاخذوا كل كويره وكتحاولوا تورقوها مزيان بدلك يعني تسرحوها مزيان حتى كيبان لكم سطح العمل. ها نتوما البنات شوفوا معايا الطريقه، ماشي ضروري تجيكم مدوره مقاده حيت اصلا من بعد راه كتطوى، المهم هو انه خاصكم تسرحوها مزيان مزيان، يعني تكون رقيقه، تكون رقيقه على لاباط ديال البيتزا. صافي وكديروا البوطه ديالكم، المقله ديالكم حتى كتسخن، وكديروا هكا كطيب غير بحال غير كتشمع لكم هذيك العجينه، يعني ما كطيبش 100% ولكن راها طايبه، زعما ماشي خضراء، راه كتبان لكم بانها طايبه. صافي كتبقاو تقلبوا فيها حتى كتحمر شويه، وكديروها في واحد البلاستيك غذائي، ضروري ديروا هذه القضيه، اون فوا تحيدوها من فوق البوطه ديروها في شي بلاستيكه باش هكا، وسدوا عليها باش هكا كيرجع لها ديك السخونيه ديالها، وكتجيكم رطبه، يعني ما كتجيكمش الخبز يكون قاسح. هنا غيبان لكم راني صايبت واحد الطواجينه هكا هكا غير بالبصله والزبيب واللحم باش نديروها حتى هي في الفطور. المهم راني هنا كنحاول نضغط عليها باش ما يجونيش فيها دوك الفقاعات بزاف. شوف البنات راه ما تنخليهاش طيب 100% وتحمر، يعني غير كيبانوا لي بدات كتحمر صافي كنعرف بانها طايبه، وكنكمل بهذه الطريقه. بالنسبه للحشوه هنايا راني صايبت الحشوه ديالها، من بعد غنقول لكم شنو درت فيها. وهنا رجعت باش نعمر هذيك البيتزا ديالي، المهم حيتاش كان هنايا تقريبا البنات قرب يأذن المغرب، فكنت كنزرب كنزرب، درت قلت بما انه دايره العجينه قلت غندير وحده كبيره، يعني بلا ما نبقى نلعب مع هذوك الصغيورين، صراحه كيجيو زوينين في المنظر ولكن كيشدوا الوقت، يعني كيشدوا اليد، خصك تقطعي كل وحده بوحدها خصك ديري، فقلت اللهم ندير هذه وحده كبيره ونديرها بجوج ديال الحشوات، ومن بعد راه كنقطعها هكا طريفات صغار كيجيو حتى هما مربعات زوينين. فهنايا غتشوفوا معايا سرحت لاباط ديال البيتزا، ما شاركتهاش معكم حيت شاركتها معكم في بزاف ديال الفيديوهات، هاد لاباط البنات كتجي رائعه وبحال ديال الزنقه وكتجي رطبه وهشيشه. هنا درت لاصوص طوماط هي الاولى، عاد من بعد درت هذاك البصله والفلفله اللي شحرت معكم، ودرت الطون ديال الزيت، الطون العادي كتصفيه من الزيت وكديروه. وبالنسبه للجهه الاخرى انا نوريكم اش غندير فيها. هنايا خديت لدان فومي وقطعته هكا طريفات صغار ودردرته فوق الجهه الاخرى، يعني بحال الا غندير جوج بيتزات ولكن في طاوه واحده، زعما درت داكشي ديال
ديال الزربه وصافي. ومن بعد غادي ندير عليها الفرماج، غادي نعمرها مزيان بالفرماج. انا كنستعمل هاد الماركه هادي ديال الفرماج، صراحه كتجي واعره وكتعطي واحد التهليكه للبيتزا. صافي وندخلها للفران. واحد السر البنات، باش البيتزا ديالكم ما تقصحش لكم في الفران وتجي هكا مدقصه وقاصحه، الا كنتو غطيبوها في الفران تكونوا شاعلين الفران ويكون درجه الحراره سخون، يعني ديروا الماكسيموم ديال الفران ديالكم ويكون حامي يعني سخون بزاف، عاد دخلوا لاباط ديالكم. وانا كنطيبها هي خضراء وكنخليها ميم با واحد 10 دقائق ما كاملاش تنجبد لاباط ديالي كتكون واجده. هنا جيت باش نعمر هاد لي ميني تاكوس اللي صايبت معاكم، غير انا ما غاديش ندير لي صوص بزاف، المهم ما كيعجبونيش لي صوص بزاف في التاكوس. غادي ندير هاد الفرماج بلون هذا، رائع البنات، هذا المذاق ديالو ما نقولش لكم، وبزاف البنات راه شراو وقالوا لي فعلا راه المذاق ديالو زوين بزاف وبنين. هذا ما فيش الملوحه بزاف، كنديرو في الحلويات وكنديرو حتى في هكا الحويجات المالحين. كندير الفرماج هو الاول، عاد كندير شويه ديال الخس اللي قطعته وغسلته، وكندير الحشوه. بالنسبه للحشوه البنات اللي كندير في هذا الميني تاكوس كتجي اكثر من رائعه. انا نقول لكم شنو كندير فيها. خديت شويه ديال لادان تقطعته وشحرته مع بصيله حتى قرب يطيب، عاد كنزيد ليه العطريه، زدت شويه ديال الثومه بودر، شويه ديال القرفه، شويه ديال الخل، معلقه ديال الخل صغيره، وشويه ديال الكمون. جربوا البنات هاد العطريه لهاد الدجاج والبصله وردوا عليا كيفاش غتجيكم. عرفتي راه كتجي بحال اللي كتاكلي الشاورما بحال هكاك، وتتجي بنينه. عاد داك القرفه مع الخل كتعطي واحد المذاق رائع. صافي وهنايا كندير اخر حاجه، هي ديك لاصوص ديال الفرماج، هذيك الصلصه ديال الفرماج حتى هي كنديرها. صافي وكنديرهم في البانيني هكا حتى يسخنوا ليا مزيان، وكنحطهم وبالصحه والراحه. انتما البنات ادم كيدير لو دوفوار ديالو، كيرسم بحال هكاك بحال هكاك. برافو ادم، غير سير عاود مزيان باش يبان مزيان، عاود عليها مزيان بحال هذيك الاولى باش يبان عليها. انتما عطاتهم لا ميتريس ديالهم لي دوفوار وكيصايب فيهم. ياك ادم عطاتهم هاد الشكل، هذا شكل نصف دائره بحال هكا باش يبقاو يعاودوا عليه من النقاط. ايوا برافو. ها انتما شوفوا ادم، يلا سير كمل، يلا كمل هذه البنات. بغيت نوريكم غير بالنسبه للرايب ديالنا كيفاش جا. هذا راه النهار الثاني البنات، يعني الصباح ديال النهار الثاني. ديجا كلينا منه البارح في السحور، وصراحه اسمحوا لي صدق زوين بزاف، النتيجه رائعه كما قلت لكم. كيصدق من اول زعما من اول مره درجوه كيصدق لكم. نوريكم انا غير بالنسبه، هنا بقى لي غير شويه ومبقاوش هاد الزليفات ودرتو في هاد الكويس. شفتوا البنات كيفاش كيجي؟ راه كيجي عاقد. ها نتوما واخا ندير هكا راه ما غاديش يتخوى. ها نتوما كيجي عاقد وكيجي زوين بزاف. دابا غادي ندخل هادو للثلاجه باش هكا يبردو حتى الوقيته ديال الفطور، عاد نقدروا ناكلوهم ولا الوقيته ديال السحور. المهم فوق ما بغيتو، كاين اللي كيزيد عليه شويه السيرو من الفوق، ولكن انا كنكتفي بهكا كيجيني زوين بزاف. وكما قلت لكم شي حاجه اللي زوينه، ديجا ادم البارح حتى هو راه ذاق منه وعجبو بزاف. المهم كنتمنى انكم تجربوه وتردوا عليا كيفاش جاكم. وصافي البنات نسيت معكم فيديو هنا، ونضرب لكم موعد ان شاء الله الفيديو الجاي، وبسلام عليكم.